بسم الله، هنتكلم المرة دي عن الجزء الثاني في شابتر الكونكتيف تيشو. المرة دي هنتكلم عن الكونكتيف تيشو سيلز، الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو، وهي بتتقسم لنوعين اتنين رئيسيين. أول حاجة خلايا فيكسد وخلايا ترانزيت. فيكسد دي اتولدت في طنطا وعاشت في طنطا ومشيت في طنطا، إنما الترانزيت فهي اتولدت في طنطا وعاشت في اسكندرية وماتت في القاهرة. بمعنى إن الفيكسد سيل دي ديفلوبد وريمين في الكونكتيف تيشو، قضت عمرها كله، اتولدت وقضته كله في الكونكتيف تيشو. انما الترانزيت سيل دي جات من الهيماتوبويتيك ستيم سيل، جايه من الستيم سيل اللي هي في البون مارو في نخاع العظام، خلايا الجذعيه والخلايا الرئيسيه في البون مارو، وراحت لفت في البلاد، وبعدين راحت من البلاد راحت للكونكتيف تيشو في مختلف انحاء الجسم، بقى تتنقل من مكانها عادي. دي جايه من الهيماتوبويتيك ستيم سيل فين؟ في البون مارو. انما دي جايه من خليه اسمها undifferentiated mesenchymal cell. كنا فاكرين ان الكونكتيف تيشو، واحنا قلنا ان هو جه من الميزوديرم، والميزوديرم الخلايا بتاعته اتعملت للميزينكايمال سيل، فدي undifferentiated mesenchymal cell اللي هي الاصل بقى، اللي هي ميزينكايمال سيل هي اللي هترجع تتقسم وتتفرع وتتميز للخلايا المختلفه. هي دي لا، لسه undifferentiated، لسه ما تميزتش لاي خليه من الخلايا. يبقى ايه الفيكسد سيل عندنا؟ زي مين؟ زي الفايبروبلاست والاديبو سيلز او الاديبوسايت، وكمان الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل هي برضو نوع من انواع الفيكسد سيل. الترانزيت زي مين؟ زي البلازما سيل والماست سيل والماكروفاج والليكوسايت، الخلايا البلازميه، الخلايا الصهريه، الخلايا البلعميه، هو خلايا الدم البيضاء. دي جايه من اندفرنشيتد ميزينكايمال سيل هي الفيكسد، والهيماتوبيتيك ستيم سيل جاي منها الترانزيت سيل. عندنا الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، اديتنا بقى خلايا الكونكتيف تيشو المختلفه كلها على بعضها، وهي اللي هتدينا الفايبروبلاست والاديبوس تيشو والاديبوسايت اقصد، وكمان انواع الكونكتيف تيشو سيل. عندنا في الفايبروبلاست من الماكروفاج والاديبوسايت والماست سيل والبيزوفيلز والايزينوفيلز والنيوتروفيلز والبي لينفوسايت والبلازما سيل. كمان اول خليه هنبدا عندها وناخدها بالتفصيل هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هي الموست كومن سيل ان الكونكتيف تيشو، اكتر الخلايا شيوعا في الكونكتيف تيشو، وهي ليها نوعين اساسيين، في فايبروبلاست وفي الفايبروسايت. في واحده اكتيف اللي هي الشغاله، والان اكتيف دي المريح خالص. الاكتيف اللي هي الفايبروبلاست دي اللي هتفرز لنا بروتين وكولاجين والالاستيك فايبر والريتيكولار فايبر والكولاجين فايبر، كله بيطلع من الفايبروبلاست فهي النشطه. انما الفايبروسايت هي الصوره الغير نشطه بتاعت الفايبروبلاست. دي الفايبروسايت يبقى عندها سيتوبلازم وفيوبروسيس، والنواة بتاعتها بتبقى دنس. انما لما تيجي تتحول لفايبر بلاست بقى مالتي بلايبرس بروسيس كتير، والنواة بتاعتها بتبقى عندها فاين كروماتين عشان هي نشط في انتاج البروتين. الفايبر بلاست باللايت مايكروسكوب شكلها الريجولار برانشد سيل، الريجولار برانشد سيل النيوكلاس بتاعتها بتبقى لارج اوفوي وبيلي ستيننج وعندها فاين كروماتين. بيلي ستيننج وفاين كروماتين معناه ان هي بتفرز بروتينات ياما وشغاله، هي الاكتف فلازم يبقى عندها فاين كروماتين. والنيوكليولوس بتاعتها بروميننت، هي برضه ناشطه في افراز البروتين وعمليات الايد الميتابوليزم اكتيفيتي، فلازم تكون بروميننت نيوكليولوس. السيتوبلازم بتاعها عامل النور بتفرز بروتين وكده، الخلايا اللي بتفرز بروتين بيبقى السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك، هنا اباندنت بيزوفيليك يعني بيزوفيليك قوي، بيزوفيليك كتير. بالالكترون ميكروسكوب ايه اكتر حاجات انا بعوزها عشان اعمل بروتين؟ عاوز الار اي ار والجيولوجي ويل ديفلوبد جيولوجي، وكمان ريتش ان الار اي ار. ايه الوظيفه بتاعت الفايبروبلاست؟ هي هتنتج لنا الكوتيكولر والالاستيك فايبر، تعمل لنا ايه كمان؟ جلوكوز امينو جلايكان والجلايكوبروتين بتوع الماتريكس بتاع الكونكتيف تيشو. ما انا عندي النواه تبقى لارج واوفويد، وكمان بليستيني، في عندنا ار اي ار، وعندي ويل ديفلوبد جيولوجي، وفي كمان ريبوسوم، وفي الميتوكوندريا الاعضاء العاديه بقى، وعندها بروسيسز كتير. بس الاكتر اللي انا عاوزه اكتر الار اي ار والجولج، عشان انا بفرز بروتين كتير فعلا، والسيتوبلازم بتاعي بقى اباندنت بيزوفيليك. الفايبروسايت هي اصغر من الفايبروبلاست، شكلها سبيندل شيب، وعندها فيور بروسيس، عندها بروسيسز اقل من الفايبروبلاست، هي اتنين بس، انما الفايبروبلاست مثلا عندها كتير، وهي سبيندل شيب بالشكل ده، النيوكلاس بتاعتها بتبقى سمولر اصغر وإيلونجيتد مطولة كمان، وبتبقى داركر، الكروماتين اللي فيها بيبقى كوندنس كروماتين أكتر، فعشان هي إنأكتف فهيبقى الكروماتين هيبقى داركر، فالنيوكلاس هتبقى داركر. السيتوبلازم بتاعها يعني نيرلي أسيدوفيليك، هو مش أسيدوفيليك بس يعني
ما في ناس مش هتقول عليه اللي هو عادي، لا بيزوفيليك ولا زينوفيليك او ولا اسيدوفيليك، بس هم في الكتاب كاتبين اللي هو نير الاسيدوفيليك، يعني اسيدوفيليك بس بالعافيه كده، اللي هو يعني احمر فاتح قوي. بالالكترون مايكروسكوب هشوف عندنا ار اي ار كميه صغيره. بس في حاجه عندنا، لو انا الفايبروسايت دي حصل لها اكتيفيشن هتحول لي الفايبروبلاست، تاخد بقى بيبقى عندها بروسيس كتير وتنشط وتكون بروتين والنيوكليس تبقى ليوسنت شويه او يبقى عندها فاين كروماتين وهكذا. امتى بقى تنشط؟ لو مثلا في الوند هيل، فانا عندي جرح وعايز المنطقه الجرح دي فيها فايبروسايت، هنعرف ان الجرح ما بي الفايبروبلاست بيبقى له دور مهم جدا في علاج الجروح وقفلها، فالفايبروسايت تنشط وتتحول الى فايبروبلاست. المايو فايبروبلاست هي عباره عن مزيج ما بين اتنين، فايبروبلاست والمايو، مايو اللي هي الماسل سيل، السموث ماسل سيل، بيبقى عندها وظيفه تجمع ما بين الاتنين مع بعض، يعني فايبروبلاست مع سموث ماسل سيل. بيبقى جواها اكتينوميوسي مايكروفيلم، عشان كده بتشتغل كماسل سيل، وهي بتنتج الخيوط الكولاجين والحاجات دي برضه بتبقى فايبروبلاست. فهي مسؤولة عن ايه؟ responsible for wound closure، ان الجرح يقفل. الجرح عشان يقفل لازم الخيوط اللي فيه، او نشد الجنب بتاع الجرح من الناحية دي والجنب التاني عشان يقفلوا على بعض، وايه يبقى انا كده الجرح قفل وزي الفل. مين المسؤول عن كده بقى؟ المايو فايبروبلاست هي responsible for wound closure، عشان هي بتعمل contraction للمنطقة اللي فيها الجرح ده فتقفله. الهيلينج بتاع الوندز بيحصل بثلاث خلايا رئيسية، الفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست والبيريسايت. فايبروبلاست ومايوفايبروبلاست عرفناهم، البيريسايت دي بتبقى خلايا بتبقى لازقة في البيزمنت ممبرين بتاع الأوعية الدموية، أو بتبقى محاوطة الخلايا بتاعت الأوعية الدموية. يبقى هيلينج اوف الوومز وفورميشن اوف السكار، اللي هو الندبة اللي بتحصل، السكار اللي هي الندبة اللي بتحصل بعد الجرح ده، يعني في ممكن حتى يتعور وتلاقي الشكل بتاع الجلد بقى فيه حاجة غريبة كده، هي دي السكار. يبقى بالفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست والبيريسايت. الماكروفاج بتعمل ايه؟ المونو نيوكليير فاجوسايت سيستم، يعني زي الماكروفاج دي بتبقى متوزعه في الجسم كله، في الدماغ وفي الرجل وفي الايد وفي الكليه وفي الكبد وفي المعده، في كل حته فيها في ماكروفاج. فبتعمل نظام مثلا زي الدجستيف سيستم او الريسبيراتوري سيستم، بتعمل نظام اسمه المونو نيوكليير فاجوسايت سيستم. ماكروفاجي دي بتبقى اهي متوزعه في كل الجسم، فبتعمل لنا المونو نيوكليير فاجوسايت سيستم. الماكروفاجي دي بقى كذا وش كذا لون، كل ما تروح حته تاخد اسم جديد، يعني لو راحت في الليفر اسمها كاب فور سيل، راحت في السي ان اس سنترال نيرفس سيستم اسمها المايكرو جلايل سيل، راحت للبون تيو كلاست، في السكن لانجرهانس، في الليمف نود دندريتك سيل، في اللونج اسمها داست سيل، وفي البلود مونوسايت، وفي الكونكتيف تيشو ماكروفاجي. ليها 100 اسم، اللي هما لوك 3 ام و2 دي، لوك لانجر هانز واستيوكلاست وكفر، و3 ام مونوسايت وماكروفاج ومايكروجلايا، و2 دي دندريتك وداست سيل. هي بس حفظ وبتيجي ممكن تيجي في الام سي كيو. كل الاعضاء بقى بتاعت المونو نيوكليير فاجوسايت سيستم دوت بتبقى طالعه من الستيم سيل اللي في البون مارو، هي ترانزيت سيل تطلع من الستيم سيل في البون مارو، بس هما كلهم طالعين زي اما اخ توأم، كل واحد فيهم بيروح يعيش في مكان محدد، فعندهم نفس الشكل نفس الخواص من حيث الانزيمات اللي جوه اللايسوسوم، ونفس المقدرة على انها تعمل فاجوسيتوز، وكمان عندهم نفس المستقبلات على السطح بتاعهم. يبقى هم اخوات توأم، كل واحد فيهم راح عاش في حتة معينة، فكلهم عندهم نفس المورفولوجي نفس الانزيمز اللي في اللايسوسوم، وكلهم بيعرفوا يعملوا فاجوسيتوزس، وعندهم نفس السيل سيرفيس ريسبتور. فانا لو جيت صبغتهم عشان اصبغهم بقى اصبغهم بفايتال دايس، اللي هي صبغه لو دخلت جوه جسمي مثلا ما تحلش بسرعه او ما جسمي ما يتخلصش منها بسهوله بره الجسم، يعني هي مثلا اسمها ايه، تريبان بلو والانديان انك. الماكروفاج اما بتقابل الصبغتين دول بتقوم جايه مفكر هو جسم غري هما غريبين عنا، فتقوم جايه عامله لهم فاجوسيتوز تبلعهم جواها، فما تبلعهم جواها يقعدوا يتراكموا جوه الخليه جوه الخليه جوه الخليه جوه السيتوبلازم بتاع الخليه بتاعتهم دول. فأنا بشوف الصبغة عشان هي اتراكمت جوه الخلية، يبقى اسمهم ايه، تريبان بلو والانديان انك، تريبان بلو والانديان انك. بيشوفهم ازاي؟ عشان الماكروفاج بتبلعهم جواها فتعينهم في السيتوبلازم، فيقعدوا يتخزنوا 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 لحد ما انا بشوفهم فيه. الاورجين بتاعها الماكروفاج جاي منين؟ جاي من البون مارو بريسورس، اللي هي الستيم سيل اللي في البون مارو، بعدين
المونوسايت، قلنا المونوسايت اللي هي الماكروفاجية اللي في الدم، تلف في الدم بقى لحد ما تروح تنقي مكان وتروح تقعد فيه، وبعدين هتعدي من الوول اوف الكابيلاريز، هتعدي بقى من البلود فيسل وتروح للكونكتيف تيشو للمنطقه اللي هي عايزاها، وبعدين تكتسب فيها بعض الخواص المناسبه للمنطقه دي في الشكل بقى عشان تناسب الوظيفه بتاعتها بالظبط قوي. باللايت مايكروسكوب هشوفها ايه، الريجولار سيرفيس ويز بروتروجن اند انديجيتيشن، حتت طالعه حتت داخله، حتت بارزه حتت داخله، وهي شكلها الريجولار غير منتظم. السيتوبلازم بتاعها شوفوا ايزوفيلك، وعنده اسمه ميني وسمول فاكيوز مثلا ممكن تكون اللايسوسوم، وسمول دينس جرانيولز. النيوكلس اكسنتريك واوفال وكيدني شيب، كيدني شيب حط تحت متخطى عشان لما تسمع كلمه كيدني شيب يعرف ان هو بيتكلم عن الماكروفاج. هي حاجه مميزه ليها اهي كيدني شيب، دي شباب الكليه ممكن تكون اوفال بس ممكن تكون كيدني شيب، لو بصينا ليها كيدني شيب بس مش باينه قوي. السيتوبلازم بتاعها بيزوفيلك متحوط الممبرين عادي، نيوكلس اكسنتريك متطرفه شويه اهي، و اوفال كيدني شيب. بالالكترون مايكروسكوب هشوف اكتر حاجه هشوفها فيها اللايسوسوم، هي وظيفتها انها بتهضم، ومين العضو بتاع الهضم؟ اللايسوسوم بشكل اساسي. وفي عندنا ويل ديفلوبد جورجي برومينانت ار اي ار، الانزيمات اللي انا عاملها عشان اهضم دي هي عباره عن بروتين، فالبروتين انا عايز ار اي ار وعايز جورجي. الوظيفه بتاعتها بقى انجيشن ودايجيشن وسكريشن وانتيجين واكتيفيشن ودستركشن. اول حاجه انا اتعرفت على جسم غريب عايز ابلعه واتخلص منه، اول حاجه هبلعه واهضمه، بعد ما اهضمه هقوم جاي عامل شويه حاجات سكريشن اوف سبستانس اللي تنشط الجهاز المناعي والوظيفه المناعيه للجسم، ومش بس كده، ده انا هفضح الميكروب اللي داخل ده وهفضح الانتيجين اللي جه ده وهعمل له وهعرضه على السطح بتاعي بحيث ان كل الخلايا تعرفه. فلما كل الخلايا تعرفه بالحاجات اللي انا فرستها، الحاجات اللي انا فرستها، يبقى انا هنشط الايميون ريسبونس، هنشط رد الفعل المناعي. وكمان وظيفه كمان زود عليها ديستراكشن اوف الاولد ريد بلود سيل، لما الخلايا بتعجز مين اللي بيكسرها؟ الماكروفاج. انا اول حاجه قابلت جسم غريب هعمل له ايه؟ هبلعه واهضمه بس كده؟ لا، ده انا هفرش شويه حاجات عشان ايه؟ تساعد لي في الديفنسيف فانكشن، في الوظيفه المناعيه. وكمان ده انا هفضحه واجرسه، هعمل له بروسيسنج وبريزنتيشن واعرضه على السطح بتاعي عشان كل الخلايا اللي ما عرفتوش تعرفه وتتعرف عليه ويبداوا يهاجموه كمان والجسم يتخلص منه. فبالاثنين دول هكون نشط الاميون ريسبونس، وكمان هعمل ديستراكشن للاولد ريد بلود سيل. الانتيجين بروسيسنج عارفين مثلا ثالثه سنه لو فاكرين ان الانتيجين لازم بيحصل له شويه حاجات ويتعرض مع الام اتش سي على سطح الخليه، فهو ده الانتيجين بروسيسنج، وبرزنتيشن يتعرض على سطحه. لما الماكروفاج بقى تتعرض لانفكشن او انجكشن، يا اما عدوى يا اما مثلا انت تكون هيحصل فيها بعض التغيرات في الشكل وفي الميتابوليزم. في الشكل هتعمل ايه؟ هتبقى هتعمل تكتسب مايكروفيلاي ولاميدوبوديا، الاميلوبوديا اللي هي السودوبوديا اللي هي الاقدام الكاذبه، والمايكروفيلاي عشان ايه؟ تبقى عندها حركه اكتر، مور لوكوموشن مقارنه بالانكتيفيتي الماكروفاج. يعني انا عندي واحد اكتف واحد مش اكتف، مين اللي هيبقى انشط؟ اكيد طبعا الاكتف هو اللي هيبقى اكثر نشاط وهو اللي هيتحرك اكتر. فانا عندي مايكروفيلاي عملت لاميلوبوديا عشان ايه؟ يبقى عندي حركه زياده باللاميلوبوديا اللي هي السودوبوديا مقارنه بالانكتيفيتد ماكروفاج. وايه كمان؟ انا طب ماشي، انا زودت الحركه بتاعتي، عاوز ازود ايه بعدها؟ ازود المقدره بتاعتي ان انا اعمل فاجوسيتوزس. انا فرحتي رحت اتحركت هناك كتير، بقيت بتحرك ياما بس مش عارف ابلع ولا عارف اعمل حاجه، لا فانا هزود قدرتي على البلع، هزود الكباسيتي بتاعتي فور الفاجوسيتوزس. طب ماشي، زودت القدره على البلع، طب المفروض ايه؟ اراكن الحاجات دي جوايا؟ لا مش هينفع، ازود قدرتي على الهضم، هيبقى انكريز الانتراسيلولار دايجيشن. طب ماشي، طب ما انا عشان ازود الهضم بتاعي مش لازم ازود الانزيمات اللي بتهضم، يبقى هعمل انشانسد لايسوسوم اكتيفيتي، هزود الانشطه بتاعت اللايسوسوم هزودها نشطه. وكمان هعمل سكريشن لسيفرال سبستانس بتعمل بارتيسيبيت ان الانفلاميشن والريبير، هعمل هفرز بعض الاشياء عشان تساعد في العدوى وفي الريبير، اصلح الحته اللي باظت دي ايا كانت هي ايه، زي مين؟ زي انزيم اسمه الكولاجينيز، ده بيكسر الكولاجين. يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب مايكروفيلاي ولاميدوبوديا عشان ابقى اتحرك اسرع، وهزود المقدره بتاعتي على الفاجوسيتوسس، وهزود القدره بتاعتي على الهضم ازاي؟ بان انا ازود الليسوسومال اكتيفيتي، وكمان افرز شويه حاجات عشان اعمل اصلح واشارك في الانفلاميشن وفي الريبير. زي واحد عنده قدامه اكل كتير فلازم هيقعد ياكل كتير، طب هياكل قدامه اكل كتير وشكله حلو، راح لمكان مثلا بي
وبعدين هيزود مقدرته على ان هو يمضغ ويبلع، وبعدين يزود مقدرته على ان هو يهضم. ازاي؟ بان هو ينشط الانزيمات او الحاجات الهضم بس. وبعدين بقى يروح ينتج شوية حاجات، يبقى شوية مسجات لأصحابه يقول لهم تعالوا معايا، تعالوا ايه نقعد ناكل هنا، ده المطعم ده حلو. لو بقى فيه كرونيك انفلاماتوري كونديشن، كرونيك انفلاميشن. ايه هي كرونيك انفلاميشن؟ هي عدوى بس مدتها طويلة، ممكن تقعد 10 سنين، ممكن تقعد 20 سنة. الماكروفاج تبقى هتعمل ايه؟ يا اما هتكبر وتبقى شبه خلية اسمها الابيسيلويد سيل، اللي هي ايه؟ خلية شبه خلية الابيسيل، بس هي مش ابيسيل، هي كونكتيف تيشو سيل برضه، وهي طبعا الماكروفاج، بس هي ابيسيلويد سيل شبه خلايا الابيسيل. او ممكن تعمل ايه؟ ممكن تلتحم مع بعضها، ادي عندنا ماكروفاج وهنا ماكروفاج، هنا ماكروفاج وهنا ماكروفاج، هيتحدوا مع بعضهم يعملوا لنا جاينت مالتي نيوكليار ماكروفاج. ما هو لما تتحدهم هتبقى اقوى، فهم يتحدوا مع بعض كذا، عندنا كذا نيوكليوس فيهم، وتبقى جاينت سيل، جاينت مالتي نيوكليتد ماكروفاج. الماست سيل او الخلايا الصلبيه بالعربي، دي جايه منين؟ من الستيم سيل في البون مارو، هي ترانزيت سيل، شكلها ايه؟ اوفر او راوند سيل. السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك، مليان ببيزوفيليك كورس جرانيولز. ده بقى كل سيتوبلازم كله اساسا عباره عن جرانيولز بيزوفيليك، ومن كتر الجرانيولز البيزوفيليك دي مش هتيجي تبص على انها هتلاقيها مش موجوده، مش هتشوفها، يعني كل اللي باللون الازرق دون هو جرانيولز لونها ازرق، فانما مش هتبان خالص. الالكترون ميكروسكوب السيتوبلازم كله اساسا عباره عن جرانيولز واخده معظم المساحه. فانا عندي النيوكليوس هتبقى سمول وسفيريكال وسنترال لوكيتد، وايه كمان؟ اوبسكيورد باي سيتوبلازمي جرانيول. السيتوبلازمي جرانيول غطتها، ما انت شايفها طمست عليها كده، انت لو جيت بصيت مش هتشوف. ما انت شايفنا هنا؟ لا بس هي موجوده. شايفنا هنا؟ لا بس هي موجوده. شايفنا هنا؟ لا مش شايفها ليه؟ عشان في جرانيولز دي دارت عليها خالص، فهسميها اوبسكيورد باي سيتوبلازمك جرانيولز. وهي خصائصها انها سمول وسفيريكال وسنترال لوكيتد. سفيريكال اللي هي مدوره او مكوره. بالالكترون مايكروسكوب عشان افرز الجرانيولز دي يبقى عايز ويل ديفلوبد جيولوجي، وكمان في بشوف الهيتروجينس جرانيولز دي بقى، وهي ممبرين ممبرين اصل الممبرين ليميت، وعندي فيو ميتوكوندريا وفيو اريال، بشوفها ميتاكروماتيكالي باي توليدين بلو. توليدين بلو دي اسم 7 ميتاكروماتيكالي، يعني مثلا لو صبغة لونها احمر لما انا اصبغها هتتحول بحاجه، الحاجه دي هتتحول للونها ازرق اهي. ميتاكروماتيكالي يعني بتغير لونها، لو هي لون تتغير تبقى لون تاني، ده معناه ميتاكروماتيكالي. والصبغة اسمها توليدين بلو، مهمة عشان بتيجي في الام سي كيو. وابسكيورد باي سيتوبلازم جرانيولز، وهي جايه من الستيم سيل. الجرانيولز دي بقى اللي ماليه السيتوبلازم بتبقى موجود فيها حاجتين، حاجه يا برايمري ميديتورز يا سكندري ميديتور. انافلاكسس، ايه الانافلاكسس؟ اللي هي الحساسيه. واحد بيجي له حساسيه مثلا، بتشوف في حبوب طلعت في ايده او في جلده، وتلاقيه بدا يتخنق مش عارف ياخد نفسه، هي دي مثلا الانافلاكسس، هي دي الحساسيه ابرز حاجتين فيها. ايه هي الميديتورز؟ البرايمري ميديتورز دول بيتخزنوا جوه الخليه عادي، متخزنين اهم، خليه ماست سيل جوه البرايمري ميديتور متخزنين، زي مين؟ زي الهيبارين والهيستامين وحاجه اسمها النيوترال بروتيزس والاي سي اف اي اللي هي ايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور اوف الانافلاكسس، حاجات بتكسب خلايا الايزينوفيل، خلايا الدم الحمراء. السكندري ميديتور دي بقى نوت ستورد انسايد ذا سيل، ما بتتخزنش جوه الخلايا، بس بتبقى ايه؟ سينسايزد اند ايميديتلي ريليزد. خد بالك خد بالك، هتجيلك في الام سي كيو ممكن تغلطك، يبقى اقرا سؤال الام سي كيو كويس. يبقى هي ما بتتخزنش سينسايزد اند ايميديتلي ريليزد، اول ما تنتج تقوم جايين متخزنتش يعني، فعملناها وطلعناها، انما دي اتخزنت عادي. زي مين؟ زي حاجه اسمها الليكوترينز وسلو رياكتنج سبستنس اوف الانافلاكسس. ما هو الحاجات دي ليها وظيفه مهمه، الليبرين والهيستامين والحاجات دي، بس ممكن هيعملوا لنا انافلاكسس، فانا عايز السلو رياكتنج سبستنس اوف الانافلاكسس بتقلل مفعولها شويه الانافلاكسس، الحاجات الضاره، عشان ما حضرتك ما تموتش. هي بقى الوظيفه بتاعتهم بالتحديد بتاعت الماست سيل، هتبقى سنسز وستورج اوف الكيميكال ميديتورز اوف الانفلاميشن. الكيميكال ميديتورز اوف الانفلاميشن وظيفتهم ايه؟ الهيستامين بيعمل ايه؟ بيعمل دايليت البلاد كابيلاريز، بيوسع الشعيرات الدمويه او الشرايين والاورده، بيوسعها عشان ايه؟ ويعمل ايه كمان؟ ويعمل انكريز للبرميابيليتي، بيزود النفاذيه بتاعته. بيعمل ايه كمان؟ بيعمل كونتراكشن للسموث مصر، هي دي بقى اللي بتضرني، هي دي الازمه كلها. ومين لي؟ البرونكيولز، القصبة الهوائية والقصيبات والشعب الهوائي، بتضيقهم، فلما تضيقهم حضرتك بتتخنق وما انتش عارف تتنفس. عشان كده اول ما حد بيبقى عنده انافلاكسس
كله هيطلب ادرينالين، عشان الادرينالين ايه بيوسعهم، بيعمل الاكشن ضد الهيستامين، بيوسع ده ويضايق، بيضايق البلاد كابيلرز او البلاد فيسل، ويوسع البرونكيول والبرونكا. يبقى الهيستامين بيعمل دايليت للبلاد كابيلرز، بيزود البريميابيلتي، بيعمل كونتراكشن للسموس موسل، وبالذات بتاعت المجرى التنفسي زي اللي هي البرونكيولز. ايه ليكوترينز او الليكوتراين، دول بيعملوا بروديوس لو كونتراكشن اوف السموس موسل، عشان برضو اقلل الحاله دي اللي حاله الاختناق دي او الانقباض بتاع السموس موسل. الليكوترينز وظيفه من وظائفها انها بتقلل بتبطئ الكونتراكشن بتاع السموس موسل. ال اي سي اف ايزينوفيل كوموتاكتيك فاكتور اوف الانافلاكسس، ده بيعمل اتراكت البلاد ايزينوفيل. الهيبارين، الهيبارين ده بيبقى بلاد انتي كوكلي، مضاد لتجلط الدم، بس تجلط الدم في حاله الانفلاكتيك شوك بيتني هو اهو. انفلاكتيك شوك اللي هي ايه، صدمه قطع حساسي، بس هو في شغلته كانتي كوكلي. كوموتاكتيك اللي هو ايزينوفيل كوموتاكتيك فاكتور، كوموتاكتيك اللي هو تجاذب، والايزينوفيل خلايا الدم الحموضيه، او في الانفلاكسس عشان هو بيطلع في عمليه الانفلاكتيك شوك. في حاجه بقى في المص سيل مميزه ليها، هي مميزة ليها هي هو خلايا البيزوفيل، بلاد بيزوفيل، خلايا الدم القاعدية، إن هي عندها ريسبتور مستقبلات محددة للـ IgE، أغلب أنواع الأنتي بودي كان اللي هو MAGEDIGE، ده نوع محدد منها. طيب أوف الإيمينوجلوبولين اللي هما الأنتي بودي الأجسام المضادة اللي بتتفرز منين؟ من البلازما سيل. دول بتبقى موجودة على السطح بتاع الماست سيل أهو، زي ده الريسبتور ده خاص بالـ IgE. فين في الماست سيل الجرانيولز بتاعتها كتير اهي، طلع مثلا هنا الهيستامين، وكمان موجوده فين في البلاد بيزوفيل. ماشي، دي معلومه اعرفها دلوقتي، هنرجع لها كمان شويه. والريليز بتاع الماست سيل كونتنت بيولوجيك رياكشن، بيعمل لنا حاله من الحساسيه اسمها انافلاكتيك شوك، او اللي هو ما ايميديتلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، شنو بيحصل في الحال في حالا في تطور اللحظه، هي اول ما المحتوى بتاعتها تطلع يدينا هايبر سنسيتيفيتي اللي هي حساسيه اللي هي اسمها انافلاكتيك شوك. تعالى بقى نرجع لموضوع الاي جي اي والريسبتور بتاعته، بروسيس اوف الانافلاكسيس من الاحداث التاليه. اول حاجه الفيرست اكسبوجر للانتيجين او الالرجين، الحاجه اللي هتعمل لي حساسيه دي، زي مثلا زي البي فينوم السم بتاع قرصه نحله مثلا، او التيتانوس انتي توكسين. التيتانوس ده ماده بتتعمل من بكتيريا اسمها كولستريديوم تيتانوم، مش عليه كده رفض الترم التاني، ده هيدينا اما اتعرض ليهم هيدينا اي جي اي. بمين؟ بالبلازما سيل. الاي جي اي دون عنده ريسبتور على الماست سيل، فهيروح يمسك فيها، هيمسك في الريسبتور اللي على الماست سيل. سكند اكسبوجر ده بقى الانتي بودي ده اللي هو الاي جي اي ماسك على الماست سيل، ممكن الانتيجين اللي هو زي بي فينوم او تيتانوس انتي توكسين يرجع يمسك على الاي جي اي وهو ماسك على الماست سيل، فده هيبقى سكند اكسبوجر، فيحصل ايه، ده تجار يحفز ان الماست سيل تفضي المحتويات بتاعتها، يحصل دي جرانيوليشن، تفضي الجرانيولز اللي فيها كلها وتنتج لنا الهيستامين والهيبرين والليكوترينز والايزينوفيل كوموتاكتيك فاكتور اوف الانافلاكسس، فيحصل الانافلاكسس او الانافلاكتيك شوك. اول حاجه فيرست اكسبوجر الانتيجين زي البي فينوم والتيتانوس انتي توكسين، التعرض لهم الجسم فيطلع لهم اي جي اي بالبلازما سيل، الاي جي اي ده هيروح يمسك في الماست سيل، وهو ماسك على الماست سيل ممكن الانتيجين يجي يمسك فيه تاني، فده يبقى سكند اكسبوجر. سكند اكسبوجر ده هيعمل ايه؟ هيحفز ريليز اوف الماست سيل جرانيولز زي مين؟ الهيستامين والهيبرين والليكوترينز والاي سي اف اي. الالرجيك كونديشن زي البرونكايال ازمه، البرونكايال ازمه اللي هو الازمه التنفسيه اللي هو انت مش عارف الضيق بتاع الشعب الهوائيه والقصبه الهوائيه، بتحصل نتيجة ايه؟ release large amount of الهيستامين، لما الهيستامين يطلع بكمية كبيرة هو دي هتحصل، الهيستامين بيطلع بكمية كبيرة ليه بقى بيعمل ايه؟ بيعمل لنا contraction للسموس موسل بتاعت البرونكاي والبرونكيوز، هو ده اللي بيعمل البرونكاي الأزمة، فالمريض بيتخنق وبيموت، والهيستامين طالع من الماست سيل، ده لما بتعرض لنفس الألرجين مرتين. البلازما سيل الالرجين الاول هو اللي هو الحاجه اللي بتعمل لك الحساسيه، بتعمل لك الالرجيك رياكشن. البلازما سيل جايه منين؟ من البي ليمفوسايت، بشوفها باللايت مايكروسكوب ازاي، لارج اوفويد سيل، السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك بيزوفيليك بيزوفيليك، هي اصلا البلازما سيل بتعمل ايه؟ الانتي بودي، الانتي بودي عباره عن بروتين، والبروتين هيعمل لنا سيتوبلازم بيزوفيليك. وعندها فاكرين في شابتر السيتولوجي ما قلنا جيولوجي بقى عنده نيجاتيف جيولوجي ايمج، تبقى فين؟ تبقى جنب النيوكليوس، بتبقى موجوده
بلازما سيل بالتحديد باينة أوي، نيجاتيف جيولوجي إيمج. هنا أهي حتة فاضية، هنا حتة فاضية أهي نيجاتيف جيولوجي إيمج. النيوكلوس بتبقى قاعتها بتبقى لونها إيه؟ بتبقى سفيريكال، مدورة أو مكورة، إكسنتريكال متطرفة شوية، كونتين كومباكت كورس كروماتين، حتة غامقة من الكروماتين وبعدين حتة فاضية. ده إحنا كده جوه النيوكلوس، بعدين حتة فاضية، بعدين حتة غامقة، بعدين حتة فاضية، حتة غامقة، حتة فاضية. هيخلينا شكل عجلة أو شكل الساعة كده. حتة كروماتين غامقة وحتة فاتحة، وحتة غامقة، حتة فاتحة، حتة غامقة، حتة فاتحة، حتة غامقة. عملت لنا ايه؟ حاجة اسمها كلوك فيس او كارت ويل ابيرنس، كارت ويل ابيرنس او كلوك فيس. كلوك فيس وكارت ويل ابيرنس. كارت ويل، عارفين العجلة او العربية الكارو اللي هي العربية بتبقى ماشية معاها بحصان دي، هي دي العجلة بتاعتها. كارت ويل ابيرنس يبقى شكلها كده مدور وحتت كده، او كل الساعة الوجه بتاع الساعة. نتيجة ايه؟ ان عندنا كومباكت كورس في الكروماتين بيبدل مع حتت لايت اريا من الكروماتين برضو، المفروض من ايكوال سايز اللي حجمهم قد بعض، بس يعني في الصور اللي مش هتلاقيهم حجمهم قد بعض. اسمع لينا، بالالكترون ميكروسكوب هي متخصصه في انها تعمل انتي بودي اللي هي بروتين، يبقى لازم في ار اي ار ويل ديفلوب جيولوجي، ويل ديفلوب جيولوجي كمان عشان بيعمل لنا نيجاتيف جيولوجي. في سنتريول، والمكان بتاعه بيبقى فين؟ بيبقى نيومرس فين؟ في الحته اللي متعرضه للبنتريشن بتاع البكتيريا، الحته اللي انا متوقع ان البكتيريا هتاخذوها، زي مين؟ زي الانتستين. الانتستين دي اساسا هي مليانه بكتيريا، مليانه بكتيريا لجميع الناس، الناس الطبيعيه كلهم عندهم بكتيريا في الانتستين، بس هي بكتيريا غير ضاره او بكتيريا نافعه. ممكن بقى تتحول انها تبقى غير ضاره، تبقى ضاره، او تيجي واحده ضاره اساسا من وسطهم كده فتعملي مشاكل، فالبلازما سيل بتبقى موجوده جنبهم. وكمان في الكرونيك انفكشن بتقعد مده طويله جدا، فمن الخلايا بتاعتها اللي هي البلازما سيل وظيفتها ايه؟ بتدينا الانتي بودي. عندي اهو الكترون ميكروسكوب بشوف الار اي ار كتيره، وعندي جيولوجي كمان ويل ديفلوبد جيولوجي، والنيوكلس بتبقى عندها كلوك فيس او كارت ويل ابيرنس. تيجي ايه؟ كروماتين بيبدل مع حته فاتحه، كروماتين وحته فاتحه، كروماتين وحته فاتحه. الانتي بودي دي تبقى سبيسيفيك، معموله انتجت نتيجه رد فعل نتيجه انتيجين معين. اهي سبيسيفيك جلوبولين بروديوسد ان ريسبونس تو بنتريشن باي انتيجين، لما انتيجين يخترق جسمك يكون عليه سبيسيفيك انتي بودي، والانتي بودي الواحد بيشتغل على وان انتيجين اللي هو خلاه نعمله، اللي هو حفز الخلايا الباقيه انها تعمله، هو هيشتغل على انتيجين واحد بس، وهو ناتج نتيجه نفس الانتيجين اللي هو اللي بيشتغل عليه هو اتكون نتيجته. والموست انتيجين بارتيلي دايجستد ان الماكروفاج، خلاص الانتيجين عمل وظيفته ومسك في عمل وظيفته خلاص، انا ما عدتش عايزه ههضمه بقى، ههضمه فين؟ في الماكروفاج. وبعدين الماكروفاج تقوم جايه نقلاه للبي ليمفوسايت اللي هي ايه؟ البلازما سيل جايه من البي ليمفوسايت، فانا هرجعهم بعد ما اهضمهم هرجعهم ليها تاني. في بقى الاديبوس سيل او الفات سيل، دي هتبقى تغذيه بعدين، بس بالمختصر المفيد هي في منها نوعين، في نوع زي الاسترودون اللي هو خليه ليبت دروبليك كبيره، والنواه كده جايب الطرف لان لو ركزت هتلاقي شبه الخاتم كده سيجنت رينج ابيرنس. ما علينا، ناخد التفاصيل بتاعك المحاضره الجايه. وفي ممكن نوع تاني يبقى خليه دهنيه مكونه فيها كور صغيره، كور صغيره كلها مليانه ليبت برضو، دي هيبقى اسمها يلو اديبوسايت، ودي براون اديبوسايت، والتفاصيل هتاخدها بعدين. الليكوسايت خلايا الدم البيضاء زي النيوتروفيلز المتعادله والايزينوفيلز والبيزوفيلز والليمفوسايت، دي يعني بتبقى جايه من بتهاجر عن طريق البلد وبعدين تروح للكونكتيف تيشو عن طريق انها بتعبر من الكونكتيف تيشو سيل ذات هاز سام بروبرتيز اوف السموث ماسل سيل، عندها سموث ماسل سيل وفي كونكتيف ما تفكرش هي المايو فايبرو بلاست. ويتش اوف ذا فولوينج سيل ميتاكروماتيك جرانيولز، عندها ميتاكروماتيك جرانيولز لل بتقول ميتاكروماتيك يعني بتغير لونها زي الصبغه اللي جايه اسمها تريدين بلو اللي بتصبغ الجرانيولز بتاعت الماست سيل. فور ماست سيل اول ار ترو اكسبت، بالنسبه للماست سيل هي شبه البلاد بيزوفيلز صح، هم بلاد عام. الجرانيولز بتاعتها بتبقى ميتاكروماتيك صح لما بتتصبغ بالتريدين بلو. اللي بتدينا الهيستامين والهيبرين برضه صح. عندها هيدروليتيك انزيم؟ لا. regarding الفايبروبلاست all of the following are true، بالنسبه لمين؟ للفايبروبلاست، هي برانش سيل صح، عندها برانش سيلز بروسيس كتير وهي برانش، عندها بين نيوكلي
نشطة، إنها بتدينا البروتين زي الكولاجين والريتيكولار والإلاستيك فايبر. اللي عندها أسيدوفيليك سيتوبلازم لأ اقفش. ده اللي كان أسيدوفيليك اللي هي الفايبروسايت، ومكانش قايلين أسيدوفيليك عندها، قلنا نيرلي أسيدوفيليك يعني أسيدوفيليك كده بالحب كده. وهي بتدينا الفايبرز والجراوند سبستانس. اه دي صح بالنسبة لها. ايه الفانكشن اوف الماكروفاج؟ تدينا ريتيكولار فايبرز؟ لا. سينسز اوف الانتي بودي؟ لا. هيلب في الالرجيك رياكشن؟ لا. الفورين بارتيكل دايجيشن فورين بارتيكل صح. اللي بتعمل ريتيكولار فايبرز الفايبر بلاس، الانتي بودي البلازما سيل، الالرجيك رياكشن الماست سيل، الجرانيولز بتاعت الماست سيل كونتين اول اوف ذا فولوينج اكسبت داليكوترينز صح. والالرجين هي قلنا انها جوه حاجه اسمها الرجين؟ لا. والهيستامين والهيبرين. البلازما سيل عندها بيزوفيليك سيتوبلازم ونيجاتيف جيولوجي، حاجه مميزه ليها. سفيريكال سنترال نيوكليوس صح؟ لا غلط. شوف انا كنت اغلط فيها بقى فانت ركز. اهو سفيريكال ماشي صح، سنترال لا هي مش سنترال، مش سنترال نيوكليوس خالص، ده هي اكسنتريك متطرفه. كمل قرايه الجمله وركز فيها. ليتل اماونت اوف الار اي ار، لا ده عندها ار اي ار كتير. اولف اوف بالتاكيد لا، فهي اول حاجه عندها بيزوفيليك سيتوبلازم ونيجاتيف جيولوجي ايمج. Which of the following cell can synthesize collagen؟ مين الخلايا بتعمل كولاجين؟ دور على الفايبروبلاست. Thank you.